السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضانكم كريم، تتبارك أيامكم وأعمالكم وأعماركم وأولادكم ونهاركم سعيد يا رب العالمين. الدكتورة مشرفانا الليلة، يعني أول حاجة اسم عائلتها عندها تشابه مع اسم عائلاتنا في السودان، دكتورة علا شوربجي اللي هي أخصائية أمراض طب العيون، وحتتناقش معانا عن حاجات مميزة جدا في عيون الأطفال، وقدر شلون الموضوع ده مهم جدا كشفه منذ الولادة، وأنه في حاجات الأهل لازم يكونوا مركزين عليها. دكتورة شرفتينا كثير، أهلا وسهلا بكِ. أهلا فيكِ ورمضان كريم عليكِ وعلى المشاهدين. إن شاء الله يا رب تكون حلقة جميلة بوجودك اليوم. إن شاء الله تسلم. طيب أول حاجة إحنا يعني عاوزين نعرف قدر شنو الموضوع بتاع الكشف المبكر على أمراض العيون عند الأطفال مهم، ومن متين إحنا لازم يكون نبدأه؟ هلأ هو مبدئياً طبعاً الطفل بعد الولادة مفروض هو الطفل لما يولد بالمشفى أنه في طبيب أطفال، الطبيب الأطفال مهمته يعمل فحص عام للطفل بكل الأجهزة ويتأكد أنه في مثلاً أي تشوهات أو مشاكل خلقية عند الطفل. بحال تم هذا الفحص وكانت الأمور طيبة وسليمة إن شاء الله، ما في داعي بعدين إلا لأعمار لاحقة للكشف. أما في حال أنه الطفل في عنده مشاكل، فطبيب الأطفال بيوجه الطفل باتجاه طبيب العيون اللي هو بيكشف وبيعرف المشكلة وبيعطينا العلاج المناسب. طيب هلأ بحال الطفل ما عنده أي مشاكل، ما في قصة عائلية لأمراض وراثية، ما في علامات الأهل لاحظوها، يفترض بشكل روتيني أنه أي طفل بين عمر 3 إلى 4 سنين يخضع لفحص لحدة البصر، لأنه في كتير مشاكل قد لا تتظاهر يعني مع الأهل، ما بيكون إلى علامات، والطفل خاصة أنه ما بيقدر يعبر، يعني الأهل هم مرآة الطفل بشكل عام. فبعدين بالأعمار الأكبر بيصير على المتابعة على حسب يعني الوضع والظرف الموجود. طيب دكتورة علا، في تقريبا أهل بيجوكم جارين أول أيامات بيقول لك ابننا عنده مشاكل لا إرادية في العين، فهل الحاجة دي عادية ولا يعني؟ هلأ هو طبعا الطفل بالمرحلة الأولى بعد الولادة ما بيكون بيشوف، لأنه النظام البصري عنده ما بيكون تطور بشكل كامل، يعني ممكن هو يكون بيشوف خيالات أو شيء كتير ما هو واضح مقارنة بالأعمار الأكبر. عادة طفل من عمر 6 إلى 8 أسابيع بيتطور عنده اللي هو نحن نسميه التثبيت، يعني ممكن يثبت على الأشياء أو الوجوه القريبة له. بعمر 3 إلى 4 شهور مفروض الطفل يكون عم يشوف الوجوه القريبة ويتابع كمان، يعني إذا جسم متحرك قريب قدام العين مفروض الطفل يتابعه. طبعا هذا الكلام عند الأطفال اللي هم مولودين بتمام الحمل، يعني ما عندهم مشاكل تانية، ما ولدوا خدج قبل زمنهم، هاي التطور العادي عندهم. أما الأطفال اللي بيكون عندهم قد يكون عندهم مشكلة تانية أو خدج ممكن يتأخروا شوي، وهذا الشيء طبيعي عادي، يعني بمرحلة لاحقة بيوصل لأقرانه ما بيتأخر عنهم. هلأ نحن العلامات اللي بتدل الأهل عند المواليد الحديثين يعني أو الرضع، فينا نقول إنه مثلا ممكن يكون في عنده الطفل يعني الوجوه المألوفة ما يتفاعل معه بعمر معين، يعني مثلا طفل عمره 5-6 شهور أمه مفروض أكيد لازم يكون بيعرف وجهها، إذا لاحظت الأم إنه الطفل ما عم يعرف في مشكلة هون. إذا حطت مثلا قدام طفل لعبة صغيرة حجمها كتير صغير أو لون أو يعني ملونة بشكل واضح أو إضاءة وما تابعها، معناها في مشكلة عند الطفل هون. طبعا أكيد لازم المراجعة، وما بيصير إنه ينتظروا أكثر من هيك، لأنه في كتير أمراض يعني علاجها المبكر بيحل المشكلة، علاجها المتأخر بيكون إحنا خسرنا الفترة الذهبية للعلاج يعني، والنظر ما بيتطور بشكل كافي بعدين يعني. طيب إحنا قلنا دكتورة عندنا الآن عدة فحوصات، الفحص الأهم الأول بالنسبة للأطفال الطبيعيين المولودين في حمل طبيعي تمام الحمل عند الولادة، بعد ذاك الفحص ما قبل المدرسي اللي طيب هو 3-4 سنين. جميل. الأعراض اللي بتخليني أنا أفحص الطفل غير إنه هو ما بيتابع العين ممكن زي مثلا في مميزة زي شنو؟ أعراض مثلا أول شيء إنه الأطفال اللي بيجلس قريب للتلفاز، طبعا هذا معناها الطفل ما عم يشوف من مسافه بعيده، في عنده مشكله بحده البصر. ثاني شيء مثلا ممكن لما يكون عم يماسك الاشياء القريبه يقرب منها كثير، ممكن صعوبه بالتقاط الاشياء الصغيره، يعني الاهل مثلا بيلاحظوا انه الطفل اذا شيء صغير على الارض ما بيشيله، الاصطدام بالاشياء، ضعف الرؤيه بالليل، يعني الحك المستمر والعرق للعيون، احمرار العيون. احيانا في اطفال بيشتكوا من الصداع، يعني بيكونوا عم يشتكوا انه في الم براسهم. هاي الأعراض كلها تقريبا بتوجهنا أنه في مشكلة، إضافة لموضوع الدموع المتكررة، يعني الدموع عند الأطفال اللي ما بعد فترة الولادة يعني الرضع قد يكون إلى سبب انسداد بالأقنية الدمعية. تمام. بالأعمار الأكبر من هيك الحساسية ورهاب الضوء وكذا كمان ممكن تكون متعلقة بالحول أحيانا ومشاكل تانية بالنظر يعني.
فكمان حكينا نحكي عن موضوع الحول مهم كتير، يعني انه الاهل اذا لاحظوا انه في وحده من العيون عم تتحرك باتجاه مختلف من الثاني او العينتين ما ماشيين باتجاه واحد، هذا بدلنا على مشكله الحول. طبعا ممكن يكون متقطعه او ثابته، يعني لاحظوها ببعض الاحيان عند التعب عند الارهاق، اذا الطفل عنده حراره تظهر معهم هاي المشكله. فبيجوا بيكونوا يعني بيطلبوا انه الفحص والتاكد من انه الطفل ما عنده يعني حول ثابت. اما الحول الثابت يعني في منه انواع قد تظهر كمان خلال 6 شهور بعد الولاده، يعني هذا بيلاحظوا الاهل انه في عين بتدخل هنا، بيعبروا عنها بطريقه انه العين بتدخل كثير لجوا او بتمشي كثير لبرا، اللي هو الحول الداخلي او الخارجي. هذا طبعا بيحتاج طبعا علاج يعني وعلى حسب كل حاله. طيب الان دكتور احنا ذكرنا مجموعه من الامراض الشائعه عند عيون الاطفال. في حاله الاسره الى هذه اللحظه ما انتبهت للحاجات زي دي، ممكن يؤدي الى شنو بالنسبه لحركه العين طبعاً نفسها؟ طبعا هلا اهم شغله هي موضوع الكسل بالعين. كسل العين طبعا هو عباره عن حاله مرضيه بتتطور بفتره الطفوله. ليش؟ لانه النظام البصري هو بيضل ماشي بتطور لحد عمر 8 سنين، بعد 8 سنين تقريبا ما بيعود في تطور، تمام؟ فاذا اي مشكله كانت عند الطفل خلته خلال الاعمار الصغيره هو ما عم يشوف الخيال بشكل واضح، خلص الدماغ بيتعود على هذا الشيء وبصير هذا الشيء ثابت عنده اللي هو الكسل، تمام؟ بيؤدي يعني بينتج عن شو؟ اول شيء اللي هو اسوأ او عيوب الانكسار، طول قصر النظر او الانحراف، استجماتيزم او لابؤريه فينا نقول. ثاني شيء الحول كمان، اذا الحول عين دائما مثبته وعين دائما محوله، هي العين محوله خلاص الدماغ حيلغيها وما يعود يركز فيها وبالتالي بيصير فيها كسل. احيانا الاطفال اللي بيكون عندهم مياه بيضاء ولاديه او تطورت بعد فتره الولاده بشوي، كمان الخيال بيكون ما انه واضح على الشبكيه، بالتالي الدماغ بيهمل هي العين وبصير فيها كسل. فنحن لازم نعرف المشكله يعني الطفل نظره كيف لحتى نقدر نحدد العلاج ونقي من انه يحصل كسل بعدين. يعني دكتور الان كلامك بيقول لنا انه طب اطفال العيون مش حاجه يعني عند الضروره، لا لا. يعني حاجه دي اساسيه جدا من مراحل الطفل الاولى. طبعا اساسيه بشكل كبير. ليش؟ لانه الطفل عنده يعني بيعتمد بشكل كبير على النظر لاكتساب العلوم والمهارات والتطور الروحي الحركي له، تمام؟ فاي مشكله بتعمل له ضعف بالنظر بالتالي هو حيكون متاخر عن اقرانه بشكل اكيد، حيكون عنده بالمدرسه تاخر، وحيلاحظوا الاهل انه الطفل مثلا ما عم ينقل بشكل جيد، ما عم يحفظ بشكل جيد، ما عم يستوعب الكلام بالمدرسه. هذا شو؟ لانه هو اصلا ما عم يشوف بشكل واضح. فلازم نحن لازم الكشف الروتيني الفحص، ولو يعني اذا قلنا باضعف الايمان ولو مره واحده مثلا كل سنتين ثلاثه لحتى الاهل يكونوا مطمنين انه الطفل ما عنده هي المشكله. يعني طيب دكتوره علا، يعني الى الان احنا ماشيين بشكل جميل جدا، لكن افتكر انه المشاهد حيسال منهم اكثر اطفال المعرضين لمشاكل اكثر من غيره من اطفال. طيب لكن هلا يعني مشاكل اول شيء بيختلف، يعني مثلا هلا اذا الاطفال في قصه عائليه هذا مهم كثير، يعني لما يكون الاهل عندهم قصه مشاكل بالنظر، طول قصر نظر، انحراف، هيك الاطفال معرضين لهي الامراض العائليه الثانيه الوراثيه اللي بتكون مثلا المياه البيضاء الولاديه ممكن تكون وراثيه، تمام؟ ممكن الاطفال المولودين قبل تمام الحمل، في عندنا نحن شيء بنسميه اعتلال شبكيه عند الخدج، كمان هدول الاطفال بيحتاجوا لمتابعه دوريه. طبعا بيكون في جدول معين لمتابعتهم من الفتره ما بعد الولاده لحد عمر معين بنضل نحن عم نراقبهم. يعني هدول تقريبا اكثر الفئات المعرضه لموضوع انه يكون عندهم مشكله بالنظر. فيما عدا ذلك يعني الطفل الطبيعي اذا ما عنده اي شيء والقصه العائليه ما بتوحي لاي مرض معين، ما في علامات ظاهره عليه، يفترض انه هو يكون نظره طبيعي يعني. طيب طيب دكتور علا، الى الان احنا يعني الكلام جدا جميل وشيق، لكن اعزائنا خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه، خليكم قراب. اهلا بكم مره ثانيه مع دكتوره علا شربجي. دكتوره طيب احنا لما تكلمنا عن اكثر امراض العين شيوعا عند الاطفال تحدثنا عن عده جوانب، الجانب المهم والاهم الوقايه. الوقايه طبعا الوقايه بتشمل عده نواحي.
أول شيء بشكل عام أهم شيء الغذاء الصحي والمتوازن للطفل. طبعاً العين مثل أي جهاز بالجسم تحتاج للفيتامينات، فمنركز دائماً على الأغذية المهمة للعين اللي هي فيها فيتامين A، زيت السمك، هدول الفيتامينات اللي كتير ضرورية للشبكية. طيب ثاني شيء ممكن نركز على موضوع النظافة الشخصية اللي هي الغسيل الأيدي وعدم فرك العيون لما يكون الأيدي مالها نظيفة، لأنه هو عامل أساسي بانتقال العدوى البكتيرية والفيروسية خاصة بين الأطفال بالمدارس والروضات. يعني بيجي كتير الطفل بمشكلة أنه أخذ عدوى من أقرانه بالمدرسة، السبب هو عدم غسيل متكرر. النقطة الثالثة ممكن نأكد عليها اللي هي أنه الشمس، أشعة الشمس القوية بتأثر كتير على العين بكل أقسامها، وبالتالي لازم نحمي الأطفال ارتداء النظارات الشمسية. إذا الطفل بيرتدي نظارة طبية ممكن تكون طبية وشمسية بنفس الوقت. طيب بعض التوصيات كمان الثانية أنه اللي هي النشاطات الـ outdoors activities نحن اللي بنسميها، أنه النشاطات بالهواء الطلق، أثبتت دراسات أنه كتير بتخلي الأطفال بالنسبة لموضوع قصر النظر يتأخر عندهم. هون نجي لموضوع كتير مهم حاليا وهو موجود وشائع جدا اللي هو الأجهزة الإلكترونية، ويعني موضوع التصاق الأطفال مثل ما بنقول بالأجهزة الإلكترونية. طبعا ما في بيت إلا فيه تاب، لابتوب، موبايل، والأهل أحيانا بيستسهلوا أن الطفل يقعد عليها مشان يلهو ويشغلوه يعني. فلازم نركز تماما على أنه هذا الموضوع هو من أكثر الأشياء اللي عم تسبب مشاكل النظر عند الأطفال. هو فيه إجهاد للعين، إجهاد لعضلات العين، ممكن يسبب قصر النظر، يعني ممكن يعمل كتير مشاكل. حتى الجفاف صار يظهر بأعمار صغيرة عند الأطفال يعني بالفترة الأخيرة لأنه عم يستعملوا كتير الأجهزة الإلكترونية. طب دكتورة علا، دفعة الاستخدام المتكرر للأجهزة ولا الاستخدام فترة واحدة ساعات طويلة ولا عدد لا الساعات لا المسموح بها؟ طبعاً التوصيات بتقول إنه الطفل تحت عمر سنتين مفروض نهائياً ما يكون يتعرض لهي الأجهزة. تحت عمر سنتين نهائياً. نهائياً إلا إذا مثلاً مكالمات فيديو أسرية هيك، يعني هاي استثناء. تمام، طفل من عمر 2 إلى 5 سنين مسموح لحد ساعة باليوم. الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة ممكن لحد ساعتين باليوم، لكن هي الفترة هي بحد ذاتها مفروض ما تكون متواصلة، يعني لازم يكون في تقطع رياحة كل 20-30 دقيقة لحتى نضمن إنه الطفل ما عم يكون يعني ياخذ أثر سيء منها. هاي التوصيات بشكل عام. طبعا في موضوع كتير مهم بالتوصيات هو موضوع الأشياء الحادة واللعب بالألعاب الخطيرة اللي ممكن تأذي العيون. يعني نحن بالعيادة كتير بيجينا حالات الأطفال متعرضين لرد على العين، رد بأداة حادة، رد أحيانا اللعب العنيف، كرة القدم مثلا ضربة جت قوية على العين بتعمل نزيف أحيانا داخل العين، دخول أجسام أجنبية مثلا أطفال لما يكونوا عم يستعملوا الألوان أو الألام ممكن بالغلط إنه العين الألم أو يدخل جوا العين يعمل مشاكل كتير كبيرة. فمننبه على الأهل دائما إنه يخلوا الأشياء الحادة بعيدة عن متناول الأطفال، ودائما يركزوا على اللعب، ما يكون اللعب العنيف، يكون اللعب الهادئ اللطيف يلي ما بيأثر على العين. وأكيد بحالة لا سمح الله تعرض الطفل لهالحالة لازم فورا مراجعة إسعافية للمشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة. دكتورة علا، ربنا يديك الصحة والعافية. يعني الكلام كان طيب جدا، تحدثتي عن أهم عضو أو كل الأعضاء حقيقة مهمة، ولكن عن حساسية أهمية عضو العين والعناية به. إن شاء الله حلقة يعني نقدر نفيد فيها كثير من الناس، وشكرا على وجودك، وشكرا على المركز الشامي اللي قدم لنا نخبة من أطباء المميزين اللي بيعتنوا بأعضائنا الحساسة. فشكرا جزيلا على وجودك معنا. العفو، إن شاء الله. الله يديك العافية. أعزائنا المشاهدين، ده كان وقتنا معاكم في برنامج كونسلتو سمحة العافية، وتكلم الدكتور علا شربجي عن أهمية العناية والوقاية وأهم الأمراض المتعلقة بعيون الأطفال. خلوا بالكم من أطفالكم وخلوا بالكم على صحتكم، والله يخليكم، أبعدوا منهم الأدوات الحادة وفحصوهم عند الولادة وعند عمر 3 أو 4 سنوات. والكلام قلنا كثير، لكن ده كان وقت حلقتنا معكم، فلحد ما نتلاقى بكرة في نفس المواعيد، إن الله أحيانا والموت ما جانا. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.